الطفلة لينا الخطيب بنت عمي قامت ميليشيات اليبكة والقسد قاموا بخطف الطفلة لينا وقاموا باغتصابها ولقد رموها في الأراضي والبساتين. تأكدنا من الخبر هلا أول نحن في أنك عالم يعني إجرام تكفيري هذا، نطالب كافة الجهات كافة الجيش الوطني كافة الدول بتحرير مناطقنا المغتصبة. هلا شفنا كلنا امبارح على وسائل التواصل الاجتماعي تداول قصة اغتصاب الطفلي البريء ليني الخطيب، حطينا حالنا نحن محل أبوه وأمه، يعني بنتنا أختنا هاي. المسألة لست متوقفة عند لين، في عنا ألف لين بهالبلد عم يتعرضوا لنفس الجريمة، ولكن إسا الله سبحانه وتعالى ما أظهر الجرائم اللي عم تصير من قبل هالمنظمات من قبل هالميليشيات. ونحن بغنى عن انه نتحدث اكثر عن الجرائم اللي عم تصير في مناطق سيطره ميليشيا قسد. اليوم نحن نتاسف انه هي الميليشيا مدعومه من منظمات دوليه بالمال والسلاح والتغطيه. نحن اليوم هون لنطلب بتحقيق العداله لاجل الطفل لين، ونطلب ايضا بتحرير الارض لانه هدول بدعم المجتمع الدولي يغتصبون الارض والعرض.